بالنسبة للقصة كيف ما سبق لي وقلت، تم الكشف لها نهار 25 شهر 7. كان جاني اتصال من الإدارة عن طريق المسؤول البيداغوجي، لمني قال لي أستاذة بأن الأستاذ اللي هو الزوج ديالي واللي هو الشريك ديالي طبعا في المركز كيتحرش بالبنات القاصرات عندنا في المركز، وقال لي بلي ان راه البنت كاينه حاليا وهو كيطالبه بانها تطلع عنده المنزل باش يسبا يعمل معها داك الامور وداك الشيء. وطبعا كانوا البنات ديجا التجؤوا للاستاذ ودلوا بالدلائل اللي عطاوه، صور فيديوهات اوديوهات تسجيلات صوتيه طبعا الى غير ذلك. الاستاذ شارك معي الادله كامله، وطبعا قال لي استاذه باعتبارك ان انت ناجيغونت في المركز شنو غادي نعملوا، يعني البنت في حاله يرثى لها. صافي انا طبعا طلعت على داك الشيء كامل مع البنات كاملين، كانوا ديك الساعه ثالثه اعدادي يعني ما يتراوح ما بين 13 14 15 عام فقط. طبعا الشوك بعد ما كتشوف ديك الادله وداك الشيء كامل، كان القرار هو ان البنت تبقى في المركز بحكم انها كانت مسؤوله منا. تلتحقت انا بالمركز، سمعت الوقائع من عند البنت، طبعا هو ما بلا تشي راي، طبعا ما قال حتى شي حاجه. صافي انا في ديك الساعه انسحبت في حالي، طلعت في حالي من المركز، ما عاودتش صمت فيه نهائيا. رفعت الشكايه ديالي عن طريق الاستاذ احمد قنون اللي طبعا هو اللي قام بالاجراءات كامله. مشات الاجراءات كيف ما هي، عملوا معنا جلسات في تحقيق في الشرطه الى غير ذلك. من بعد تم القاء القبض عليه، هودنا منا دوزنا مع قاضي التحقيق ودازوا في الجلسات، والبارح كانت الجلسه ديال الحكم. كيف ما كلشي بخبارو طبعا تم الحكم عليه ب 12 عام وتشميع المركز. شحال عدد الفتيات اللي مارسين؟ حسب الادله اللي عندي انا، هما عندي ادله ديال 3 الفتيات ولكن ماشي كاملين تمت الممارسه ليهم، جوج وحده حسب الادله ديالها والثانيه حسب الادله والاقوال، ولكن واحد البنت لا الحمد لله ما كانتش، هي كانت عملت واحد البوز، هي عملت واحد الوقف من الامر بدايه، ولكن من بعد جاونا اخبار ملي تفتح الملف وديك الشيء انه كاين العديد من الفتيات، ولكن العدد الحقيقي حتى شي واحد ما قيمه لحد الان، حتى شي واحد ما عرفوه ولا مطلع عليه. واش اللي كيمارسوا في المؤسسه ولا في المنزل؟ حسب الادله وحسب الاقوال بانه الامر كان في المؤسسه وكان في المنزل. في الغياب ديالك؟ طبعا كان في الغياب ديالي، يعني الا غيبت انا مثلا شي وقيته، خرجت على شي امر او لا شي حاجه، وبدليل ان النهار ديال الواقعه، النهار اللي عاد تكتشف الواقعه، انا كانت الاخت ديالي يلاه زادت لها البنيته ما شاء الله بيومين بالضبط، فانا طالعة نطلع عليها ميم با ساعه المكانه بعد ما عملت الروتين العادي ديالي وطلعت من المركز وفي النهار وكل شيء. ميم با ساعه المكانه ما وصلت من المركز لعند الاخت ديالي حتى كان جاني الخبر، هو كان عارف بانني انا، وكاين بعض الادله هو كيقول فيهم بان يعني هي مشات عند الاخت ديالها وعجيها فوقاش كذا وهذه وهذه عادي. ما لاحظتيش شي شك في تصرفات الزوج ديالها؟ ابدا، من غير قبل ما يكون زوج، راه حنا شركاء انا وياه لمده 3 سنوات قبل ما يكون ما هو الزوج. الزواج يلا حديث، لان انا يلا عملت، انا مشيت للمنزل البيت الزوجيه في شهر 3 ديال العام اللي فات، يعني ماشي وشهر 7 طبعا وشهر 7 23 تم اكتشاف الواقعه، يعني انا حديثه الزواج ماشي شي وحده زعما اللي قديمه، ولكن الشركه لا، الشركه كانت قديمه ولكن ما كيبان عليها حتى شي حاجه نهائيا، بالعكس كانت الامور عاديه جدا، تصرفاته كانت عاديه جدا، هادشي اللي بقى. يعني تصدمتي؟ طبعا كان واحد الشوك ماشي عادي، اللي بحال اللي سبقت وقلت في التصاريح اللي فاتت، نقول لك حتى دابا ساميه اللي كدار معك حاليا ماشي هي ساميه قبل 7 اشهر، ماشي هي ساميه نهار اللي شافت الادله، ماشي هي ساميه نهار اللي جلست مع البنت، ماشي هي ساميه مع البنات بليتو، ماشي هي ساميه نهار اللي شافت الادله وشافت الوقائع، واحد الشك ماشي عادي. لولا لطف الله والقوة الله اللي كتنزل الحمد لله واللطف ديالو مع القدر، ما ينوضش بنادم منا، والحمد لله اللهم لك الحمد، ربي ما كيخليش عبده، والحق كيتنصى كيتم النصر ديالو في اي وقت، يعني تسنى النصر الله سبحانه وتعالى، كنا غير معاه وتسنى النصر ما يخليكش. والقرار ماشي بعد الحكم، والقرار كان من نهار الواقعه بانني انا مستحيل نعاود نعيش مع هذا الزوج او نتعاشر معه، غير كان ما يمكنش انني نسبق القرار ديال الطلاق ديالي على اهم حاجه واللي هي
الاخذ ديال الحق ديال الناس اللي انا كانوا امانه عندي. فضروري حتى كنت نمشي في الطريق ديال التحرش ونشوف الامر وتعرف ياخذ كل واحد الحق ديالو، عاد نشوف الامور الشخصيه ديالي انا، حيت انا اللي كيربطني بديك الشخص او الاشكال الكبير هو الحقوق ديال ديك الناس اللي في واحد المركز كنا انا وياه مسؤولين عليه. عاد كتجي الامور الشخصيه ديالنا، ممكنش نبدا انا بالامر الشخصي ديالي والناس كيستناو، بلاتي تنحل الامور ونطلق عاد نجي نشوف الامور ديالكم، ما يمكنش. شنو المستويات اللي كان عندكم في المركز؟ كنا كنعملوا السوتيان يعني الدعم المدرسي تحضيري للبكالوريا، وكنا كنعملوا تعلم اللغات للمستويات كاملين، وكان في المخطط ان احنا ان شاء الله نعملوا يعني كنا كنخططوا ان احنا نعملوا الدعم الجامعي. ما تيسرتش الامور. فين كيتواجد؟ في درادب. اش غادي نقول لك؟ زوج حاجه اخرى، الامر فيه امانه حاجه اخرى، ولكن اللي غادي نقول لك هو ان ملي توصل بك الجراه ان انت تدخل الامانه وتخون بهذه البشاعه هذه، ما كيبقى فيها لا زواج لا شي حاجه. بحال اللي سبق وقلت لك بان انا قرار الانفصال ديالي اليه نهار اللي وصلوني الادله كانت صافي، هذاك النهار الاخراني يعني ما كانش فيها باب المناقشه بانني انا نعاود نعيش مع شخص بحال هيدا، لان شخص بحال هيدا لا يؤتمن، لا يؤتمن سواء يكون عنده وليداته. فجاء نأتمن عليه راسي انا، ما الناس كانت كتخلصوا عباد الله باش يقري وليداتها، شوف شنو اكتشفنا في الاخر. عاد انا نأتمن راسي عليها ولا نأتمن وليداتي؟ الادله فين شتيها؟ الادله وصلتني عاد بتطبيق الواتساب، صيفطها لي الاستاذ. هو طبعا واش حيخفى عليا الزوج ديالي؟ لا من صوته ولا من صوره ولا من كل شيء ديالو، يعني الزوج ديالي ما خفاش عليا. طبعا كانوا كاين بعد منهم كانوا ميساجات يعني رسائل، كاين بعد منه رسائل يعني كتابيه، كاين بعد منهم كانت رسائل صوتيه، كاين بعد منهم كانوا دي ستيكرز، وكاين بعد منهم كانوا دي فوتو. طبعا بلا التسجيلات اللي عملت له البنت ملي صافي يعني فاض بها مسكينه الكيل وداكشي، هذاك بوحديته هذاك لا اله الا الله، هذوك ادله من نوع اخر طبعا. ولكن انا قلت لك يعني انا بحال اللي سبق وقلت راه ما نكذبش انا عيني، ما يمكنش راه هذاك الزوج ديالي ما يخفاش عليا، انا اول وحده غنقدر نعرف واش هذاك هو ولا ماشي هو، هكذا مشى الامر. بالنسبه للقضيه ديال انني انا واش نتنازل ولا ما نتنازلش، راه الامر ما كانش سهل بزاف. الناس خرجت كتقول بان الزوجه قويه الزوجه واقفه، كنرجع وكنقول لكم راه ماشي واقفه، راه ما تتغرش بالمظاهر، راه ماشي هيدا كتكون ماشي هيدا كتكون، راه الحرب ديال 7 شهور ما كانتش سهله باش وصلت انا للجلسه البارح، ما كانش الامر سهل، كانت الامر صعيبه وباقي وباقي تاثيرات لا عليا ولا على البنات كاملين ولا على كل شيء. بلا التاثيرات ديال التهديدات اللي تعرضت لهم، بلا الاستفزازات من طرف هو اولا بدرجه اولى، ومن طرف الاسره ديالو، لدرجه انني اتهمت بانني انا اللي عملت التغرير بالقاصرات من اجل انني انا نستولي على المركز بشراكه مع الاساسي. طبعا لا محل لها من الصحه، وبدليل انني انا نهار اللي اكتشفت الامر، نهار اللي وصلتني الواقعه هذاك اخر نهار كان عندي في المركز. التهديدات كانت صراحه بشعه، كان واحد اللعب على النفسيه ديال الانسان. ولكن كنرجع وكنقول شنو ما كان عند الطرف الاخر، شنو ما كان عنده، شنو اي حاجه قال لك، خليك مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما كيضيع حتى شي واحد.